الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. عندي استفسار. عندنا في القرية بتاعتي الشباب عاملين جروب على الفيسبوك، وبعض الشباب صور الكتب الخارجية بتاعت السنين الدراسية كلها من ابتدائي لحد ثانوية عامة، كل المواد صورها طبعها على الكمبيوتر ورفعها على الانترنت وخلاها متاحه لكل الناس اللي عايز ينزلها يذاكرها من على الكمبيوتر او يطبعها ويستفيد بيها، يعني لان الكتب سعرها غالي. ده المبرر. طيب، ودور النشر التي طبعت اصل الكتاب موافقه عليه او رافضه لهذا؟ طبعا رافضه، هي بتبيع الكتاب بتستفيد بتبيع يعني. هذا لا يجوز. اذا ما دامت رافضه، الا فقط شخص يصور لنفسه صوره لعدم استطاعته للشراء. الحمد لله. لكن نشرها على الانترنت غلط، ما يصح. لعدم استطاعته للشراء ولا يتاجر فيها. يعني لو شخص معين استفاد بيها اخذها لنفسه كده هو معلوش وزر، لكن الوزر على اللي بينشرها لكل الناس ده. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب. تفضل. بعد إذنك يا شيخنا، في حاجة النساء الحاجب عن مقفول، طالعين بحيلة جديدة اسمها تأشير أو تشهير، اللي هو بتخفي ببودرة سحرية بتخفي بعض الشعر الزائد من فوق ومن تحت وفي الحتة اللي في النص. هل ده جائز؟ لا، التشقير معروف لأنه بيزول بعد مدة. التشقير بيزول، التشقير ليس نمصا. النمص النتف الإزالة. أما التشقير فيجوز بضوابط. الضابط الأول أن يكون ألا تتبرج به لرجال أجانب، ولا تدلس به على خاطب، وألا تكون من الداعيات اللواتي يظن بهن السوء، إذا فعلت يظن أنها تنمصت. طيب، هي زوجتي غير منتقبة، هل يجوز ليها ولا لا؟ والله تفتن الناس كده، تفتن الناس. قلنا لا تتبرج به لرجال أجانب. الأحسن لا، والأفضل. الله يسلمك. لك أنت في البيت إذا كان يزول، لكن هتخرج يا للناس؟ ما أنت ترضى كده واحدة تشوف واحدة عاملة حواجبها كده بالشكل ده؟ لا لا طبعا، ما هو أنا في خلاف معاها. الله يبارك فيك. فقلت استفتح حضرتك يعني. لا، تزين لك في البيت كيف تشاء بدون الواصلة كده. متعك الله بالصحة يا حمودة بن يحيى. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ ازي حضرتك؟ طيب ولله الحمد. الحمد لله. بعد اذن حضرتك عندي كام سؤال. بعد اذن حضرتك يعني يا رب يعني تسع الوقت يعني. اتفضل. السؤال الاول، كان في واحد اشترى عربيه بالتقسيط من بنك ما،
وهو مش هيكمل في القسط بتاعها، هياخد مني مبلغ وانا هكمل انا الايجار، هل عليا وزن؟ لا ما عليكش وزن انت، بس لازم تسدد في فتره السماح. يعني انا هو مثلا يعني واخد العربيه دي مثلا على خمس، انا فهمته، لكن انت تسدد فتره السماح حيث لا تتاتى عليك فوائد جديده. فوائد يعني يعني اللي هو ما يجيش علي اي مبلغ فوائد. ايوه الله تمام. يسلمك. الله يكرمك. مرحبا يا اخت اسماء لقاوي. ام اسماء جزاك الله خير يا احمد بن عبد الحق، رفع الله قدرك يا اخي النحاس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم اتفضل. كنت عايز اسال حضرتك على شيخ حاجه. يا شيخ اتفضل. من فتره كنت شاب عندي 19 سنه، كنت مثلا ملتزم اللي هو التزام العامه. ايوه. فجيت لما ربنا هداني تعرفت على ناس كويسه واستقمت. الاستقامه دي ثبت لي اضرار كتير، يعني زي مثلا اهلي وحضرتك عارف بقى اللي هو ايه، بدات مثلا انا اللي اشوفه انكره اللي هو المنكر والمعروف امر بيه وكده. فجت فتره امي دلوقتي يعني نسبه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو من ذهب لعرفنا وكهنا، فجيت بوجهها وكده اللي هو جال اختي تقدم لها عريس وكده. فاللي هو حضرتك عارف العامه وكده يعني ايه المهم. وبعدين ايه اللي حصل؟ وديت امك للدجال او ماذا حصل؟ لا هي اللي راحت، انا بنهى عن كده. طيب وبعدين ما السؤال؟ ما هو السؤال اللي هو ايه، هي إيه راحت له دلوقتي لما انا بنهى وفهمتها الحديث وشرحتها قالت لي لا خلاص انا مش هروح تاني. فجت احد قالت لي مش هروح تاني خلاص كده. بعد كده راحت تاني يا شيخ. فانا لما اقول لها دلوقتي هي يعني بتبهدلني تشتمني. فانا دلوقتي يعني حد اقترح علي اقتراح ان انا ممكن اسيب يعني اسيب لهم البيت فتره لحد ما يهدوا كده. وحضرتك يعني نصيحه كاب مش كشيخ، وربنا يحفظ حضرتك ان شاء الله. اقول لك ابوك على قيد الحياه؟ نعم. وانت لك مكان تعيش فيه كويس؟ يعني الحمد لله بشتغل وكافي نفسي. طيب عفوا يعني اذا انت خلصت البيت هيزعلوا يعني ولا ايه؟ يعني زي ما بقول حضرتك يعني اكفي خير شر. ماشي ماشي، بدل ما تشتم وتهان ممكن تنتقل. يعني هذا يعني مش هيكون عاق ولاده ولا؟ لا ما هم عايزين كده. لا هم طبعا مش موافقين على كده، بس انا بس باخد راي فضيلتك في الموضوع ده. يعني هم دايما يشتموك ويسبوك ولا بدون سبب ولا شتم ولا انظمهم؟ لا مش سبب. ما هو زي ما بقول لحضرتك لما اجي مثلا في منكر انا ارى مثلا اغاني مثلا في المنزل، فلا مش هينفعش كده مش عارف ايه. يعني اللي هو حضرتك عليه الامور الاستهزاء، قوم يا عم الشيخ، عم الشيخ راح، عم الشيخ جه، الشيخ كريم، الشيخ مش عارف ايه. طيب سؤالي لك بس يعني هل في منكرات بتؤثر عليك انت نفسك؟ ايوه. ما هو طبيعي ان هو في البيت مثلا اختي مثلا لما خطيبها جاب لها موبايل مثلا، ففي اغاني في موسيقى لا بلاش ده، فده يعني حضرتك فاهم يعني. اظن ان وجودك في البيت افضل من ابتعادك، لانك وجودك تنكر. وبعدين جرب اسبوع شوف النتيجه شكلها ايه. فضلتك تنصحني بإيه في الآخر برضه مثلا؟ ما هنا إذا الآن جربنا وصبرنا شوية وبدأنا نوجه أحسن ما الشر ينتشر. لأن أختك مخطوبة ولا إيه؟ أيوه لسه من فترة قريبة. ما هو ده كان سبب المشاكل. مخطوبة ولا مكتوب كتابها؟ لا خطوبة عادية. الخطيب بيقعد معاها لوحدهم ولا إيه؟ لا الخطيب مسافر. الخطيب مسافر. على الموبايل. أيوه وهي بتلخبط. مش بتلخبط هي، ما انا زي ما بقول لحضرتك موضوع الموسيقى وموضوع المنكرات. وجودك في البيت هيقلل المفاسد شيئا ما. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ما دامت المعاصي لن تؤثر عليك بصوره شخصيه. تمام يا شيخنا. سؤال اخير معلش في حضرتك. موضوع ان انا كنت لما التزمت وكده لما استقمت عفوا اطلقت لحيتي،
فجاء بعض انت عارف ان حضرتك الامور دي بتكون. خلص بالله بسرعة عشان بس الناس وراك منتظرة اسئلة. انا اسف. اتنازلت عن لحيتي لان والدتي تعبت فترة، فهل ده اكون انا كده يعني حلقت اللحية؟ انا حلقت اللحية. طب ليه طب ما تلتحي الان؟ ما هو لما انا التحيت الفترة اللي فاتت زي ما بقول لحضرتك هم المشاكل دي حصلت. لا التحي والزم السنة. حلقت. لا يؤثر على دينك، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا ولاد. سؤالي بس عايزك، أنا كنت بزعم مع مراتي شوية كده وأبويا طلع عشان يحوش بينا إحنا الاتنين وكده. فبقول له أنا ما بقولهاش يمشي ولا كده ولا أقعد ولا حاجة، راح هو قال لي طيب تكون أمك محرمة عليا ما هي ماشية ولا تسيب البيت؟ أنت اللي تمشي وتسيب البيت. فالمهم هي خلتنا بنتكلم انا وابويا كده، وخدني دخلني الشقه وقعد هداني وكده، وراحت واخده بعضها وراح عند ابوها هو جنب منين يعني في البلد كده. فابويا راح جابها ساعتها على طول بعدها يعني، اول ما عرف انها مشت راح على طول جابها من بيت ابوها وجاي. فهو كده ده يمين ظهار لابويا ولا ايه؟ لا لا لا, لا 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 ما وصلنا لظهار ولا حاجه. هو يقصد انك انت لا تطردها انت. لا انا ما كنتش بطردها، ده انا بخيرها. هو يقصد كده، هو يقصد انك لا تطردها. ايوه. فهو بيقول لي لا هي ما تمشيش ولا تمشي، انت اللي تمشي انت. ايوه يعني يقصد انك لا تطردها. تمام. هو ما قال، هو قال تكون امك محرمة عليها زي ام اختي ولا ايه؟ ايوه قال كده، قال تكون امك محرمة عليها زي ام اختي، هي ما تمشي انت اللي تمشي لو انت عايز تمشي، انما هي ما تمشيش. طب اساله عن نيته. اساله عن نيته هو. ايوه. اقول له مثلا لو نيتك زهار ولا نيتك ايه بالظبط؟ اقول نيتك يعني ان هي انني ما مشيهاش، انا لا امشيها. او نيتك ما تمشي ابدا، بس اظن نيته ان لك لا تمشيها انت. ايوه ان انا ما مشيهاش يعني وكده. ايوه نعم. اللي بقى كده ما فيش زهار خالص. الله يسلمك. معلش لو في زهار اطلع مثلا. اذا كان عفوا اذا قال نيتي انك انت لا تطردها، اما هي اذا خرجت من نفسها لزياره اهلها فلا اشكال. اساله عن نيته. تمام. اذا وقع زهار اطلع مثلا اطعم 60 مسكين. لا هو يصوم شهرين متتابعين الاول، عجز يطعم 60 مسكين. هو الكبير عنده وقت ما عادش. ولك بمثل يا ابا احمد حامدون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز اخد راي حضرتك في حاجه. اتفضل. دلوقتي انا زوجه ثانيه. نعم. والمفروض ان انا عملت عملية اجهاض، جوزي ضربني لحديت لما اجهضت، فعملت عملية اجهاض. يعني زوجك ضربك لما الجنين نزل ولا انت اللي اجهضت نفسك ولا ايه اللي حصل؟ لا هو الجنين نزل، هو ضربني. من الضرب الجنين نزل، في الشهر كام؟ انا لسه ما نزلتش في الشهرين. بعدين عملت عملية وجوزي كان رايح خطوبة سابني وراح الخطوبة، وبعد لما دخلت ناس وخلاص وعشان انا وقفت له ناس وانا الغريب شالني، الناس الغريبة شالتني وهو لا ما دفعش حتى مصاريف عملية ولا بيصرف خالص في العملية نهائي، وبعدين سابني ومشي يعني ما كلمنيش حتى يطمن عليا لحد تاني يوم. وبعدين لما وقفت له حد كبير جاله مني وقال لي خلاص الطلاق هو الحل ومطمن. مع العلم حضرتك ان انا طب السؤال بس يا اختي، ما السؤال؟ اتفضل. ما سؤالك؟ سؤالي دلوقتي ما هو يعني عايز اعرف ايه جزاته؟ جزاته ظالم اذا كان على كلامك، يعني اذا صدقناك في كل ما تقولي جزاته ظالم. واحد ضرب امرأته حتى اجهضها وتركها والناس الغرب الاجانب جاءوا حملوها للمستشفى، ظالم اذا ثبت كلامك. طيب وجزات الزوج اللي هو ما عدلش بين زوجاته، يعني انا لسه على ذمتي. ظالم ايضا يبني. ظالم ايضا. هو سايبني وما بيصرفش عليا خالص. خلاص ظالم. السلام عليكم. حسن بعض ال السلام عليكم. بعض السكر خفيف شوية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. المحافظ كيف حالك؟ شوية. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. وإياكم. اتفضل. ربنا يبارك فيك. اتفضل يا حبيبي. يا شيخ أنا بقول لحضرتك بالنسبة لمسألة نعم نعم. نعم. عليك السلام يا شيخ عزت. نعم. حكم المظاهرات يا شيخنا عن
يا اخي صل على رسول الله، ارفع صوتك يا اخي تعبنا يا شيخنا. سامعني كده؟ الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى؟ اخوك مصطفى. بارك الله فيك يا شيخنا. يا رب وإياك يا رب. الله يحفظك. وإياكم. معلش يا شيخ عندي سؤال بس. أنا باختصار يعني معايا ذهب زوجتي. ومعايا ذهب تاني أنا اشتريته كنوع من أنواع الدخار. هل مجموعهم الاثنين وصل ال عفوا، ذهب زوجتك، ذهب زوجتك خاص بك أنت أم بها؟ لا بها. خاص بها، إذن تنظر قيمة الذهب الخاص بها، إن زادت عن النصاب زكيت وإلا فلا. لا هو قيمة الذهب بتاعها ما زادش عن النصاب. خلاص لا زكاة عليها. طيب أنا عندي بنت صغيرة كنت اشتريت لها من زمان أول ما اتولدت غوشتين. واشتريت الذهب اللي أنا جايبه ده الدخار، هل ذهب بنتي ده يبقى أنت أنت خلاص عزمت على أنه لابنتك أو هو لك أنت؟ لا لابناتي بس. خلاص يعني لازم يبقى ذهب البنت استقلالا يبلغ النصاب حتى يزكى، وذهب الزوجة استقلالا يبلغ النصاب حتى يزكى، وذهبك استقلالا يبلغ النصاب حتى يزكى. فهمت؟ تمام فهمت. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف؟ الحمد لله. الله خير. انا كنت عايزه اسال سؤال، مش عارفه الوقت هيضعفني ولا لا. والله اسالي بسرعه. ماشي. انا دلوقتي حاطه مبلغ في البنك باخد عن راحه، بس انا بقالي سنتين خدتهم وصرفتهم. نعم ماذا قلتي؟ حاطه مبلغ في البنك. بئس البنك. وبعد؟ بقى فيصل، بنك فيصل. وانا ما عنديش اي حد يعني بيصرف عليا غير ابني وشغال وتعبان وجوزي عايش. البنوك كلها شانها واحد والعائد من ورائها ربا. يعني انا السؤال الثاني هي ما اطلع لله. طيب خارجين الفقراء الذين ليسوا لك باقارب. ماشي، ما يكونوش قرايبي بس يكونوا فقراء يعني. الله يسلمك. نعم. طيب كمان سؤال يا شيخ الله يكرمك. اتفضلي. انا عندي بنتي مغلبين يعني تعبانه جدا ومشاكل، وهي متاخره في الزواج وبتغلط فيا وبتزعق لي وبتظلمني وتقعد تقول لي انت بتفرق بيني وبين اخواتي وانا موضوعه منها جامد. اعذريها شويه، اصبري عليها شويه. اعمل ايه؟ هي ظروفها في الجواز متاخره واختها الاصغر منها اتجوز، بس انا موضوعها يا شيخ بعمل كتير ومستحمل من ابوها. معلش لله لله، الطيبات لله، اصبري عليها. وابوها ظالمني طول العمر تعبوش. معلش الطيبات لله. الطيبات لله، كل صلاة نقول الطيبات لله، الصلوات والطيبات. السلام عليكم. مرحبا يا وائل ابن محمد ولك بمثل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى تفضل. عندي سؤالين. تفضل. نحن في فصل الصيف نصلي خارج المسجد في الساحة المسجد. طيب هل هذه الصلاة تعتبر في الأجر والثواب مثل داخل المسجد؟ نعم. وهل شيء جماعة ولا فرادة؟ جماعة. لا بأس. إذن وهل نصلي تحية المسجد أو نجلس فقط؟ لا صلي تحية المسجد. جزاك الله خيرا. وياكم. بارك الله فيك يا شيخ وائل. وانت دكتور عبد الغني بارك الله فيك. امال بنت علي الدين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش روح معي سؤالين ممكن اسالهم لك على السريع. الله يبارك فيك. اتفضل. بارك الله فيك شيخ ويس. اتفضل. انا عندي بنت في الجامعه سنه ثالثه، وانا بسافر الخارج رجعت
من سنة لقيتها يعني مخرجة في علاقات بتكلم شباب وفي واحد استر على ابنتك وتكلم على الخاص أفضل. استر على ابنتك ما تفضحهاش أمام الناس كلهم. طيب ما انا حاولت ارن عليك على الخاص ما فيش. طيب المهم يعني الاخ اللي عايز يتزوج ده يعني مش مصلي او يعني بيصلي بسيط وما فيش يعني ناس بخلاء. المهم مصر هي لازم تتزوجه او تموت نفسها لو ما تزوجها. خلاص زوجها له. ده السؤال الاول. السؤال الثاني ان زوجتي بتنصرها وبتساعدها على الامور بتاعتها. المهم في الاخر غضبت عشان نزلت معاها واخدت منها التليفون البنت وراحت لاهلها. جيت ارجعها طالبه مني طالبين يكتبوا مهر جديد وارد لها الذهب بتاعها. زوجتك؟ زوجتي. المهم الذهب بتاعها موجود عندي فانا مش عارف دلوقتي واقفين على الطلاق. هم قالوا اكتب مهر جديد انا رفضت. قلت لها ازاي انا هتجوزك تاني انت موجوده ومهرك مكتوب. قالوا لا تكتب مهر جديد عشان هي متجوزه لها 20 سنه. طب انت خلصنا من السؤال الاول. عفوا خلصنا من السؤال الاول. تمام خلاص. السؤال الثاني مشكلتك مع زوجتك. زوجتي. ايوه. انا متزوجها لي 23 سنه والمهر بتاعها 10,000. طيب يعني بعتها كده بسرعه ليه؟ ما عندكوش اولاد اخرون؟ ما بتخلفش لان عملت عمليه وما فيش خلفه ثانيه. هي البنت دي؟ البنت عند بنت واحده بس. اللي هي عامله لكم المشاكل. وحاليا انت قلت لي اللي ولد تزوجه لها مع انه ما عامله يعني مشاكل. هي تريد الطلاق الان. هي حاليا مش تريد الطلاق. هي مشيت غضبت عشان بنتها ولما جيت ارجعها امها قالت لا تكتب مهر جديد اي متعفش يعني لا لا جديده ب 200,000 واديني الذهب. ليس لهم ذلك. طيب انا عندي الذهب بتاعها اللي هو اشترطوا لها ايام الزواج. عفوا الذهب مثبت في القائمه الاولى ولا لا؟ مكتوب في القائمة الأولى بس مش جرامات. مكتوب 4,000 جنيه لكن هو الذهب اللي عندي. بس اصبر يا أخي اصبر. أي ممكن يعني 4,000 جنيه مش هي ممكن تطلبك بالجرامات بعد كده في قضية؟ لا ما هو في القضية في لو رفعت قضية هتاخد قيمة قالوا القاضي بيحددها. المهم يعني أنا دلوقتي عندي. أنا أسألك سؤال بس الأول يعني. أي إذا كانت هي تريد الذهب وتسقط قيمته من على القائمة حل للمشكلة؟ ما في مشكلة. أنا قلت لها ماشي اكتبي ورقة وامضي عليها أنت واثنين شهود أنك استلمتي الذهب بتاعي. بس كده. بس هم رافضين. طيب لو انا دلوقتي طلقتها اديها القضيه لازم تسمع من الاطراف كلها. الحقوق الماليه لازم نسمع الاطراف. السلام عليكم. عليكم السلام. خير ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يكرمك يا شيخنا. معلش يا شيخنا استفسار بس. واحد يعني ارقم ان هو يعني قال تبقى زوجته صالح لو عمل الحاجه ده راح المكان ده مثلا الشهر ده شهر مثلا واحد بعد ما عدى الشهر قال من ضمن القول ان انا مش هروح المكان ده الشهر اللي بعده. قال لو راح يبقى كده يقع الطلاق. يعني هو اليمين الاول كانت لا يذهب شهرين ولا شهر واحد؟ شهر واحد. وبعدين خلص الشهر قال من ضمن القول اللي انا قلته مش هروح برضه المكان ده لكن ما نفعش نفس اللفظ اللي هو قاله في المره الاولانيه. لا 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 يعني هو يقول ده كان انا كنت قلت كلام كذا كذا ولا ايه بالضبط؟ يعني انتم مختلفون. هو يقول انا قلت شهرين ولا ايه بالضبط؟ السؤال غير واضح. ولك بمثل يا شيخ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ والله كنت حابة أسأل حضرتك على حاجة. اتفضلي. أنا مخطوبة شاب على قدر من الالتزام بس هو بيدخن وبيقعد على القهوة كتير وبرضه يعني في حاجات عيوب تانية كتير بس ده أهم حاجة يعني فيه. أنت امرأة أنت فتاة مصلية تعرف الله مستقيمة. الحمد لله منتقبة على قدر من الالتزام. لا يناسبك مثل هذا. لا يناسبك المدخن الذي يجلس على المقاهي. هذا وجه نظري. تكاف ولا اقتضيه. انت تريدي الزواج حلال لكن لا يناسبك مثل هذا.
هو حتى انا حاولت، هو حتى يعني حافظ لكتاب الله. انت هتجيب كل العيوب الان، خلاص جبت العيوب الاولى، كل المناقب هتجي لنا الان، كذا تقي ده، يقوم الليل ده، صلى على النبي كده، خليك صدق في كلامك حتى تاخذي الفتوى صحيحه. اجمال القول، شخص يجلس على المقاهي ويشرب السجاير لا ارتضيه لابنتي الصالحه، انتهى الامر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي بكتب كتابي وزوجي بيقول لي إنه عايز يتجوز بعد 10 سنين، بيخيرني إن أنا أكمل. عايز يتجوز بعد 10 سنين؟ هيتجوز بعد 10 سنين. أه. يتجوزك أنت ولا يتجوز غيرك؟ لا، هيتجوز حد بعد 10 سنين. يعني دلوقتي هو بيقول لك خلاص أنت عروستي وحبيبتي، وبعد 10 سنين بشوف زوجة تانية، كده يعني؟ أه بالظبط. بالله عيش يا أختي، رأيه بيتغير في ساعة. زوجيه، هو رجل طيب؟ غريب والله الاخوه، سيء الفقه كده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزا الله لك بكل خير. الله يجزيك كل خير ولك بمثل. عندي شويه استفسارات بس مش كتير عشان ما اثقلش على حضرتك. الله المستعان. الاستفسار الاول، عايز افهم او اشرح او اتحرك توضح لنا ما لحجيت عمل الصحابي دون ان يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون قول او عمل. قول الصحابي افضل من اقوالنا. نعم. لكنه ليس بحجة دامغة كقول الله وقول رسوله. نعم. هذا اختصارا. نعم. فتح الله عليك يا مولانا. وعليكم. وعليكم. استفسار اخر برضه، ضوابط القاعده اللي بتقول اللي هي ما لا يتحرز منه، في ناس يعني بتوسع الامر، فاحنا لو في ضوابط عنه حضرتك توضحها لنا، لان طبعا دي مش مساله، طبعا مساله واسعه. أيوه. ومتشعبه. يعني مثلا انت ذهب تشتري صابونه لوكس. نعم. كل الصابون في المحل عليه صورة بنت كشفت الشعر. نعم. الصور ممنوعة، لكن لن أستطيع أن أقول لك لا تشتري الصابون لعمت بها البلوى. نعم. نعم. الله يكرمك. نعم. الله يكرمك. جزاك الله خير يا حمودة بن يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله. أستاذك شو بس عندي سؤال. تفضل. في تطبيق في السعودية هنا، تطبيق جمعية، يعني تدخل تشارك مع ناس جمعية وبعد ولهم رسوم. نعم. ياخد منك رسوم وبعد، يعني مثلا لو 10 أسماء، 10 أسماء ب1000 ريال، بياخد منك رسوم حسب الدور اللي بتستلم فيه. لو بتستلم اول واحد ممكن ياخد 1000 ريال رسوم، هو مسميها رسوم، يعني رسوم اداريه وكده. الله جزاك الله خير يا محمد السبخاوي. الذي يعني تقول حرام ولا فيها ربا؟ يعني فيها شبهه؟ والله احنا دخلنا في متاهه ما لهاش لازمه ابدا. طبعا فيها شبهه، فيها اكثر من شبهه. الجمعيات العاديه بين الناس لا باس، واحد صالح يجلس، يا جماعه كل واحد يدفع في الشهر 1000 جنيه، واحنا نحن 20، ياخذهم واحد منا ونتناوب الادوار بالقرعه، لا باس بذلك. اما الذي يفعل، انت الان انت هتستلم الدور الاول تدفع فلوس للدور الثاني، دخلنا في القرض الذي جرى نفعا. السلام عليكم. بارك الله فيك يا محمود. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب حضرتك. تفضل يا حبيبي. الله يسلمك. هو يا شيخ أبي يريد شراء سيارة من شخص ثمنها 100,000 جنيه. شخص آخر يشتريها له ب 140,000 جنيه. هذا ربا، ربا مقنع، لا يجوز. أبويا ما معهوش المبلغ كامل يا شيخ. لا يجوز بهذه الطريقة. لا يا جوز بزيت، هو يريد سيارة ما معهوش فلوس، فبيجيب واحد تعال اشتريها لي وقسطها لي، حالة من حال الربا. الله يغفر لك ولا أبيك. طب يا شيخ سؤال ثاني معلش، الكتاب بتاع
صحيح مسلم اللي انت بتشرح فيه، هو الشرح لمين حضرتك؟ الشرح لمين؟ ايوه يا شيخ الشرح لمين؟ شرح صحيح مسلم. انا بشرح الان منه، بشرح ليس شرحا مستوفا، انما يعني قراءة خفيفة مع يعني تعليقات خفيفة، انا اللي بعلق. لو انا اشتري، لو انا اشتري اشتري اي نسخة، اي متن ولا شرح؟ متن، ما فيش متن، ما فيش اشكال. طب متى يصدر المجلد الثالث من نور السار؟ باذن الله ماشيين فيه، باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قريب جدا باذن الله. حفظك الله يا شيخ. حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا طيب بخير. ازي حضرتك؟ الحمد لله أنا طيب وبخير، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الله يرضى عنك يا رب ويبارك لنا في حضرتك. وإياك، اتفضل. سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك فضيلة الشيخ، ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله انا طيب الحمد لله. يعني فضيلة الشيخ عايزنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلي على عليه دين. ليس بهذا اللفظ، انما الاول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الجنازة سأل هل عليه دين؟ نعم. ان قالوا لا صلى عليه، ان قالوا نعم قال هل ترك لدينه وفاء؟ نعم. إن قالوا نعم صلى عليه، إن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. نعم. ما نهى الناس، انتبه لهذه الجزئية، تفضل، قال صلوا على صاحبكم. نعم. ما منع الناس؟ لا. فلما فتح الله عليه الفتوحات، فلما فتح الله عليه الفتوحات قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه دين، من مات وعليه دين فأنا فعلي، ومن مات وله مال فلورثته، أو بلفظ قريب. نعم. يعني لم ينهى النبي الناس عن الصلاة على من عليه دين. يعني يا شيخ، وكان بتابع يقول حتى اللي كان بيتكفل بسداد الدين كان يتكفل ان هو يدفع يسد الدين على الميت. ايه حصل، ابو قتادة في مرة من المرات قال علي دينه يا رسول الله، فصلى النبي عليه. عليه السلام. طب لفظة يا شيخ بعد إذنك، لفظة إيه؟ الآن بردت جلدته. لا يصح. نعم، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب. مساء الخير حبيبي، جزاك الله خيرا. يعني أريد من حضرتك لو كلمة لبعض الناس اللي هم بيعملوا حفلات تخرج او بما يسمى بالفان دي، ورساله للامهات يعني اللي بترسلنا بناتها للحفلات دي، طبعا تكون مختلطه وفيها موسيقى وكده. طبعا فيها كل بلاوي الان، والان يجيبوا بيض ويكسروه، يجيبوا اطباق ويكسروها، ما ادري اللي حصل لعقولهم، فلوث لوث عقلي. ده بدل شكر الله البنت تخرجت والطالب تخرجهم، حفل مختلط، ياتون باطباق يكسرونها كالمجانين، ما ندري. يقول لك ممر لفلان، واحد ماشي هم واقفين على الضه، يا ناس يفعلوا ما يفعله الله، ما يفعله رسول الله. عادات غربية سخيفة أدخلوها على بلاد المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. نحبك الله. حبك الله. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. اتفضل اسال. اول سؤال، انا في الشغل بنبقى شغالين مع صاحب الشغل، بتلاقي اشخاص اللي شغالين معانا بيشغلوا اغاني وبيشربوا سجاير، فبنكر عليهم، فبيفضلوا يعني شغالين بيشربوا سجاير وكده او اغاني. فبقول لصاحب الشغل اللي هو مسؤول عننا وجايبنا وكده انه المفروض هو يوقفهم عن الموضوع دوت، لانه انا كنت شغال قبل كده مع واحد كان مانع الكلام دوت خالص. كنت شخصيته قويه ورجل مسلم، صح، لكن اللي معاكم هزيل يريد شغله يمشي باي طريقه. بقول لك انا لو عملت كده هيمشي وسيبوني، ما فيش شغل، ما فيش ناس هتيجي معايا. والله انا اقول لك واتقوا، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب انا اقول له يعني خلاص، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم.
يقدم النصح هو. بقول له انت تقسم ولا هو ما. خلاص انا هو اضرب نفسي. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك شيخنا؟ اتفضل يا حبيبي. انا احبك في الله شيخنا ربي يديم عليك العافيه. احبك الله الذي احببتنا له. وعليك يا رب وعلى السمعين والسمعات. معلش يا شيخنا بالله، بالنسبه للتامين الطبي في الشركات يعني ما حكمه؟ يعني ممكن ادفع اذا كنت مختارا لا تؤمن، اذا كنت مجبرا لا اسم عليك واستعمله. نعم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا دكتور عمرو، عانك الله يا زهرة المدائن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير وطيب الحمد لله. أنا يصلح حالك يا رب. يا رب وإياك. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا فتح، أنا بكون فتح مثلا محل أهو. أيوه. وبشتري بضاعة. البضاعة عدى على يعني جابت النصاب. وبعد؟ ماشي؟ ماشي. وببيع واشتري فيها طول السنه. وبعد ما يعدي السنه بطلع زكاه العروض اهو، بطلع على الـ على الـ اللي انا اشتريت بيه، على السعر اللي انا اشتريت بيه ولا على السعر اللي انا ببيع بيه؟ لا، سعر السلعه يوم يوم اخراج الزكاه. يوم اخراج الزكاه يعني بالسعر اللي انا ببيع بيه؟ ايوه، بسعر الجمله. ايوه، ببيع بالسعر اللي انا ببيع بيه، مش بالسعر اللي انا اشتريت بيه. لا لا، سعر الجمله. بارك الله فيك. عند البيع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اصلحكم الله يا مولانا. واصلحك ربي. عندي استفسار صغير كده بعد اذن حضرتك. اتفضل. كان في مجلس افتاء من يومين كان دار نقاش حول جواز ان تطلق لقب امراه على التي لم تتزوج، البنت يعني البكر. ايوه، نحن تقصد في مجالسنا نحن. نعم نعم. ايوه صح، طرحنا سؤالا وطلبنا من احد الاخوه تحرير القول فيما في متى يطلق على الفتاه امراه، ووفانا بعضهم بقوله بالقول انها تطلق اذا بلغت، سواء تزوج. ايوه نعم نعم. لان انا بعد المجلس على طول قدر الله ان انا كنت بقرا في سوره القصص، فجت الايه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بعد اذنك يا شيخنا عندي سؤالين. اتفضل اسال. لو في طالب مثلا في الثانوية العامة غش في الامتحانات ودخل الكلية وربنا كرمه واتخرج منها وعمل يعني بمجال هذه الكلية، فهل اجره متقن للحرام؟ متقن للعمل؟ ايوه ان شاء الله. يكثر من الصدقات. هل دي كفارة يعني للذنب ده؟ يكثر من الصدقات مع الاستغفار. تمام ماشي يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أنا أحبك في الله شيخنا المبارك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك في عمرك وعلمك. وإياكم، تفضل. الله يبارك في حضرتك. في الحديث يوم الأربعاء الدعاء المستجاب بين الظهر والعصر ده ضعيف. ها؟ ضعيف. يعني لا يؤخذ به. لا يصح لا. جزاك الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤالي شيخ. تفضلي. هل حقن الفيلر تحت العين بهدف تقليل نعم عفوا ماذا قلتي؟ هل حقن مادة الفيلر تحت العين علشان علاج الاسمرار والهالات حرام ام حلال؟ هي علاج؟ علاج الهالات والاسمرار. ما اعلم مانعني الان، ودعيني اسال اكثر اهل الاختصاص. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا السؤال اللي هو بتاع الزوج اللي قال تبقى زوجته طالق لو راح المكان ده في شهر واحد مثلا. وجه قبل شهر ما يخلص شهر واحد قال من ضمن القول اللي انا قلته مش هروح في شهر اثنين. هو وهم وهم. نعم. الثاني عنده يقين انه اقسم على شهر واحد. نعم. وهذا زاد زيادة ما هو ذاكرها من ضمن القول اللي انا قلته مش هروح في شهر اثنين. اسألوا عن قرب يا اخي. اسئلة مملة. على يعني على حسب شهادة الشهود عليه هم الذين يقررون. هو ما قال في الحد هو بيقول لنفسه كده ان لا, لا 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 يعتبر الا الذي تلفظ به اولا. والثاني ما تلفظ به. يعني ده هو بيخبر هو الثاني اخبار. الثاني ايه يا شيخنا؟ اخبار غلط. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك في حد كان اشترى مني السلعة ب5000 جنيه. ايوه. وقعد ما دفعش لمدة 3 سنين. فبعدين هو توفي يعني. وبعدين السلعة دي النهاردة تمنها 25,000 والورثة جايين يسدوا اللي عليه. اطالبهم بالخمسة ولا ب25؟ لا هو عليه خمسة يسد خمسة وانت ممكن تتمسك وتطلب السلعة نفسها. السلعة خلاص استخدموها. ما هي السلعة مش في سلعة مشابهة؟ بس هو قال لك ابونا عليك فلوس. ما انا بقول ابوهم عليه خمس هي تاخذ منهم الخمس. لكن اذا كان ابوهم معسر ولم يسدد للاعصار تختلف عما اذا كان ابوهم موسرا مماطلا. دي ما اقدرش اتاكد منها يا شيخ ان هو كان مات. خلاص خذ الخمسه التي لك. ما يبقى الظلم عليا؟ ما هو ابوهم ما اللي مات اللي هيتحاسب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخنا ويشرح صدرك. وياك يا رب اتفضل. ممكن تنصحني يا شيخ كيف اتقوى على حفظ كتاب الله وطلب العلم؟ قل يا رب ربي زدني علما. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي زدني علما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ربي يبارك فيك ويحفظك يا شيخ. وياك تفضل. شيخ انا كنت اتيتكم من فتره يعني ليست ببعيده. كنت اريد ان انا اطلب العلم عندكم بس ما لقيتش مزكي. حتى انا روحت عندنا البلد فما برضه ما لقيتش. فكنت يعني انت من اي البلاد؟ من اي البلاد؟ من اي البلاد؟ الحمد لله. من مركز الصف المجلس. كلمنا على الهاتف الخاص الله يستر عرضك. بارك الله فيك يا عبد الواحد العدناني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ حكم الصلاة دون الإقامة. الصلاة صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فكل ما كان قبل التكبير لا صلة له بالصلاة. الإقامة مستحبة لكن ليست بواجبة، وعدمها لا يبطل الصلاة. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. كلمتك على سألك عن سؤالين. هو الراجل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف الحال؟ اتفضل. الله يسلمك. بارك الله فيك وحفظك. وفيك يا رب. اسمح لي بصحة 4 أحاديث يا شيخ بعد اذنك. اتفضل. إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب. لا يصح.
إنما إن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، صحيح. نعم. الحديث الثاني: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبتي يوم القيامة. يراجع، لكن هذا متعلق بالسبي. بالسبي. نعم. نعم. الحديث الثالث والرابعهم سبق أن سألت فضيلتك فيهم، بس فضيلتك أظن قلت لي هتراجعهم. يعني أول حديث: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. أنت سألتنا عن هذا من زمن طويل. بالفعل. أنا راجعناه ونسينا الحكم فيه والله الآن. طيب. إذا حدث الرجل والرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. الحديث الثاني: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ضعيف الإسناد. نعم، جزاك الله خير. شحنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، سؤال. تفضل. هل المفاجرة في السماعات، السماعات بتاعت الأذن وكده، فيها حرمانية؟ يعني خصوصا اللي ياخدها ممكن يكون يسمع بها موسيقى او اغاني او بيسمع بها قران، وفي الاغلب هو في الاغلب هم شباب فيسمع موسيقى. في الاغلب اذا ابتعد عنها، ما دام في الاغلب كذا ابتعد عنها، لكن ما نستطيع نقطع بالتحريم. جزاك الله خير. الاستماع الخير والشر فيها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب. اتفضل. في معامله بتتم في تجاره الذهب كالتالي: يكون انا معايا ذهب واذهب بيه للتاجر، اقول له خلي الذهب ده عندك لحد ما قرر بيعه. امانه. في وقت ما قرر البيع بتصل بالتاجر اقول له اقطع في الذهب اللي عندك. طيب، من يستلم لك الفلوس نيابه عنك؟ اعدي بقى امر في اي وقت بعديها استلمها. لا يجوز. لا يجوز. طيب، وفي معامله اخرى، حد بيبقى معاه مثلا عمله، العملة قديمة بيبدلها بعملة جديدة بفارق، هل يجوز؟ لا يجوز. من نفس الجنس؟ لا يجوز. لا يجوز. السلام عليكم. من نفس الجنس. الله. نعم، تفضل. اتكلم بخصوص انا تاجر ببيع سلع بفيزيك مشتريات، بعض العملاء بيجي بفيزيك مشتريات. وبعد الفيزا دي الفلوس بتنزل لي في السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فندم؟ الحمد لله بخير. الحمد لله بخير. فضلتك، أنا أختي صغيرة هي غير محجبة، تمام؟ ربنا يهديها يا رب. هي عاملة محتوى على الانستجرام، هي صيدلانية، محتوى عن البشرة والشعر وكده يعني. نعم. عاملة محتوى على الانستجرام على النت يعني. ايوه. المحتوى دوت هي دكتورة صيدلانية، بتقدم وصفات وحاجات طبية للبشرة وللشعر وكده، فبقى عندها متابعين، فبدأت الشركات تعمل معها تعاقدات ان هي تعلن عن المنتج بتاعهم بمقابل مادي، تمام. هل الفلوس دي؟ لا، عفوا عفوا، اعيديها علي، اعيدي السؤال من اوله. تمام. انا اختي الصغيره صيدلانيه. صيدلانيه، ايوه. عامله محتوى، بتقدم محتوى على القناه على الانستجرام، حساب يعني زي اليوتيوب كده. ايه؟ عامله محتوى. ايوه. بتقدم محتوى على النت. ايوه. عن وصفات طبيه للبشره وللشعر وكده، حاجات تخص النساء يعني. ايوه نعم. تمام. هي بقى عندها متابعين كتير. طيب. فبدات الشركات تعمل معاها تعاقدات ان هي تعلن عن منتجاتها. طيب. عن منتجات الشركات دي. وبعد. طبعا بمقابل مادي. طيب. هي غير محجبة. لا، مسألة المقابل المادي جايز، بس هي غير محجبة دي مسألة تانية. عدم الحجاب اسم، لكن هي كده 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 غير محجبة. انت سأليني عن جزئية الحجاب ولا جزئية الفلوس؟
التي تأخذها. الفلوس اللي بتجيلها نتيجة عن إعلان عن المتجر. هم الناس ما بيشتروا عشان شكل أختك الجميل الفاتن، ما في لا جمال ولا فتنة، واحدة زي امرأة، لكن بيشتروا على أساس ان صفحتها سمعت ان عليها منتجات مثلا لمنع سقوط الشعر مثلا. تمام صح. فهو بينزلهم يشترون من اجل كده، مش من اجل اختك المتبرجات زيها كثير يعني. ايوه ايوه الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ السلام عليكم، انا اتصلت بك منذ أسبوع أظن، كنت سألتك عن تجارة الأسلحة في أوروبا. نعم. والله هي تجارة الأسلحة في الأصل جائزة، لكن في بلاد المسلمين تكون مساعدة على الفتن. الآن في مساعدة على الفتن الآن. فين؟ في ما فهمت. لا في بلاد المسلمين يعني في مصر في الجزائر في المغرب، حمل السلاح قد يسبب مشاكل كبيرة. بيع الأسلحة لفرنسا كسبيل المثال، لفرنسا، لدولة فرنسا. والله يعني إذا كانت ستعان بها على المسلمين لا يجوز، إذا كانت لن تعان بها على المسلمين جاز. بس هي شيخ أنا لا أعرف، ما أعرف. والله الآن ما في حرب بين فرنسا ومسلمين، المسلمين الآن بصورة واضحة يعني. بصورة واضحة. ما في حرب قائمة الآن بين الفرنسيين والمسلمين بالرصاص بالقتل يعني. ما في نو ما في. لا ما في نو. نعم نعم، لأن هذه الأسلحة أنا سأتي بها من تركيا، هم يصنعون السلاح، هم معروفون في. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا. اتفضلي. كنت عايز أسأل حضرتك على موضوع قيام الليل إن شاء الله بإذن الله. قراءة القرآن الكريم في قيام الليل بالترتيب ختمة كاملة يعني، تمام؟ هل دي بدعة وحرام؟ لا مش بدعة وحرام، لك خلاف الأولى، لأن الرسول قال لعبد الله بن عمرو اقرأوا في ثلاث ولا تزد على ذلك، وفي رواية في سبع ولا تزد على ذلك، وخير الهدي هدي محمد. طبعا طبعا. شكرا يا مولانا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل يؤجر الأب بفعل أولاده الطاعات؟ هل يؤجر الأب بفعل أولاده للطاعات؟ وربهم على الفضيلة يؤجر. نعم. إذا كان ربهم على الفضيلة وعلى الطاعات يؤجر إن شاء الله. حتى ولو كان حيا يعني، مش بعد موته. مأجور يعني، إذا أنت علمت أولادك الفضيلة وبينت لهم فضل قراءة القرآن وفضل الصدقة أنت مثاب. نعم. طب هل يكون بنفس الأجر ولا طبعا أقل؟ الأمر لله. نعم نعم. طيب معلش إن أمكن الدليل إذا سمحت يا شيخ. عليه يعني على إن الأجر بيصل للأب. أليس عندنا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ نعم. كنت سمعت شيخ إنه قال إن اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيصل اسمه واسم والده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت انتهيت من السؤال الأول ولا دي تاني ولا إيه؟ مش فاهم. نعم هو يعني هو تاه ومتفرع من السؤال، سمحت يا شيخ. والله أنا ما ليش فاهم، قلت لك إذا الوالد ربى أبنائه على الفضيلة لا ينكر أحد أبدا، ولا علمت أحدا من أهل العلم ينكر أن الوالد يثاب إذا ربى أبنائه على الفضيلة. من دعا إلى هدى كان عليهم له من الأجر مثل أجر من تبع، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم نعم. طب نقطة وصول الله يهديك، بس احرصوا على ما ينفعكم يا أهل الإسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حالك شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. دام الله عليك الصحة والعافية. يا رب وإياك يا حبيبي. اللهم أمين. إيه رأي فضيلتك شيخنا في العقيقة اللي هي بتتم في دول أفريقية الفقيرة اللي هي زي تنزانيا؟ لا بأس بها، لكن عملوها في بلادك أفضل.
يعني هي مجزئة أم غير مجزئة؟ لا مجزئة إذا ما في شك في الإجزاء إذا تمت، لكن عملها في بلدك أفضل. أولا نعم ستظهر شعيرة في بلدك. نعم ستظهر شعيرة في بلدك. ثانيا أنت في مأمن من الغش والكذب والتزوير. يعني في ناس بتغش يا أخي، في ناس ممكن تقول لك هذبح لك ولا تذبح. صحيح. أيوة، فبقول لك أنت بلدك تظهر شعيرة وأنت في مأمن أيضا. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. بسم الله. بس يا شيخ عايز أسأل حديث اللي هو الهدم المسمار والصبل. نعم. صحت حديث حديث ماذا؟ بعثت لهدم والطبل. بعثت لهدم ايه؟ لهدم المزمار. لا لا يصح بهذا اللفظ. لا صح. لا صح لا؟ لا يصح. لا يصح؟ ايه بعثت لهدم المزمار والطبل لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت كان ليا ثلاث أسئلة عند حضرتك. تفضلي يا أختي. أول سؤال، أنا معي يعني معايا بنتين. الله يبارك. أول بنت عندها 15 سنة والبنت الثانية عندها 11 سنة. بفضل الله اللي 15 سنة منتقبة وال 11 سنة محتجبة. هما بيجوا في البيت مثلا ممكن ان هما يعني يحطوا مكياج، يعملوا شعرهم تسريحة، بنات وليهم غرفتهم. فدلوقتي انا عايزة اعرف هل ده في حرمانية ان هما يعملوا كده، لان والدهم كل ما يعملوا كده بيضربهم جامد ويعني بهدلهم جامد. بيعملوا ايه عفوا؟ ايه؟ ادخلي بيعملوا ايه؟ يعني مثلا هم ليهم غرفتهم بيضعوا مثلا المكياج ويطرحوا شعرهم كده، هي البنت ال 15 سنة منتقبة والبنت الثانية محتجبة ويحفظوا قدر كبير من القرآن. يعني البنت الصغيرة يعني بتضع مكياج وتخرج في الشارع ولا؟ لا 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 مش في الشارع الحمد لله، لا خالص، يعني هم ملتزمات بفضل الله في الشارع يعني الحمد لله، هم في البيت. لا ما في أي مشكلة، كل البنات كذا. طب الوالدهم بيضربهم ضرب جامد؟ لا 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 لا، ابوهم غلطان كده، ابوهم يكرههم في الدين، ابوهم ليس بسديد. البنات كل البنات تلعب في البيت، تضع مكياج، تلون نفسها شويه في البيت، ايه المشكله؟ اضربهم لماذا يضربهم؟ الله يغفر له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا اتفضل. الله يرضى عنك ويبارك عمرك. عندي سؤالين. السؤال الاول، هل صحيح اللي هو سورة الفاتحة لما واحد يجي يقرأ الفاتحة في الصلاة بس ما بيشددش كويس على الحروف اللي عليها شدة، هل قراءة الفاتحة لا صحيح؟ صحيح صحيح. السؤال الثاني، ما رأي حضرتكم، يعني أنا أعرف إن مصطفى بن كمال أتاتورك ده اللي هو بتاع العلمانية، هل لا يعني رأيكم في إجماليا يعني سيد؟ رأينا في هذا الرجل أن الرجل ضل مضل. نعم. هو الذي هذا الرجل هو الذي يفصل الدين عن الدولة. نعم. هذا الرجل يقول ما حاصله أن الدين يقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج، والأسف أغلب رؤساء المسلمين على هذا الآن، والأغلب المسلمون، أغلب المسلمين الآن مثلا رجل مسلم تجده كل سنة يصلي، كل يوم يصلي ويصلي الجمعة، وكل سنة يعتمر ويحج ويصلي ويتصدق ويصنع موائد في رمضان وفي غير رمضان، ولكن تأتي إلى الشريعة الحدود مثلا كل السارق يقطع يده، يقول لك لا الحدود وحشية يا أخي زني، يقول لك هذه وحشية، كل واحد حر، فيفصل الدين عن الدولة. ده فضلا عن الذي فعله ابن أتاتورك هذا في الخلافة الإسلامية، وفضلا عن الذي أن أفسد في الأرض إفسادا شديدا. نعوذ بالله من هذا الشخص، اللهم لا تحشرنا معه أبدا يا رب هذا الرجل.
نعم، لكن لو جربنا سيرته بسيرة سيئة سيدنا ده ما هذا إمام ضلالة مضى، هو والخميني وأئمة الضلال هؤلاء التحذير منهم مطلب. كان بعض الرؤساء المسلمين يقول لك هو على مذهب مصطفى كمال أتاتورك، يعني ايه يعني لا مذهب مصطفى الذي قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، هو الذي قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، هو الذي قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، هو الذي قال في كتابه الكريم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، الذي قال هذا هو الذي قال ذلك، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب يوم الله بغافل عما تعملون. نعم للأسف الناس رؤساء مسلمين سواء الآن أو قبل الآن يقول أنه على ما ترك، نعوذ بالله، من أحب قوما يحشر معهم، المرء من حب. نعم يعني المفترض علينا كمسلمين رؤساء مرؤوسين أي في أي كانت موقعنا أن نقول اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون، نحن مسلمون، نشرف أن نكون على الإسلام سامعين مطيعين لله، نشرف أن نكون عبيد لله سبحانه، نأتمر بأمره وننتهي عن نهيه، ولا ننخنس أبدا ولا نتوارى أبدا بإسلامنا. الفتاة النصرانية تدق الصليب على يدها ولا تستحي، وتعلقه في رقبتها ولا تستحي، وأنت تستحي أن تقول أنك مسلم تسير على كتاب الله وتسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والآيات الكريمة الأخرى فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. بكل وضوح وكل جلاء وكما أمرنا ربنا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخبار صحتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. بعدينك يا شيخ، انا كنت شغال مع اخوه المسلمين في المحل. كنت شغال مع من؟ نعم كنت شغال مع من؟ مع اخوه المسلمين في السوبر ماركت، اخوان لي عاديين يعني. وبعد ذلك؟ بعد ذلك يا شيخ ما زلت يعني شغال معهم، بس للاسف هم ما بيصلوش خالص يعني، وحتى الجمعه ما بيصلوهاش. انصح ويا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. تمام، يعني هل يجوز عادي ان انا اكل واشرب معاهم واتعامل معاهم؟ مع من؟ معاهم هم اللي ما بيصلوش دول. على قدر الحاجه، انصح وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. ونعم بالله. طب وبالنسبه للشيخ اللي ان انا بقف في المحل وببقى مضطر ان انا ابيع للاسف السجاير دي، هل حرام عليا وزر؟ انصح ولو وجدت مكان اخر انتقل اليه ولا تبيع السجاير. لكن إذا كان كل المحل يبيع سجاير فقط لا تبيع السجاير الله خير عنك ولا تعمل في هذا المحل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو ألو يا أختي عادل، ألو أنت عهد السلام عليكم، احنا في عهد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. الحمد لله. كنت عايز اسال الشيخ مصطفى. معك مصطفى. نعم معك مصطفى، اتفضل. انا كنت ندرت ندر كده وكنت عايز اعرف هل واجب عليا الندر ان انا اوفيه في البلد اللي انا فيه ولا ممكن اوفيه في مكان تاني؟ على حسب صيغه النذر، ماذا قلت في نذرك؟ ما حددتش مكان معين. خلاص اذا على الاطلاق كما تحب. تمام، اشكرك جدا يا شيخ. شكرا لك، السلام عليكم. بهذا القدر أجتزي حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.
أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، وكن لنا ظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، وفك الأسرى المسلمين يا رب العالمين، واشفي المرضى المسلمين يا رب العالمين، وفرج كروب المكروبين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم طيب أقوالنا، وحسن أخلاقنا، وأصلح أعمالنا، وأخلص نوايانا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، وأكرم منازلنا، ووسع مداخلنا يا خير المنزلين. اللهم احفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبت قلوبنا على دينك، ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.